السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وموعد يتجدد معكم والحلقة 571 من برنامجكم ملك كتابة. لقاء الاثنين اللي بيغيب عنا فيه النهاردة كمان المهندس عادل القيعي لوعكة صحية بسيطة، حابب أطمن حضراتكم عليه. تعرفين الفترة دي الهاجس اللي عند كل الناس فيروس كورونا، ربنا يحمينا ويحفظكم جميعا. المهندس عادل الحمد لله عمل تحليل أو مسحة لكورونا والحمد لله ثبت أنها سلبية، لكن طبعا محمد عادل القيعي ابنه كان عنده العينة إيجابية. الحمد لله محمد بقى حالته أحسن كتير وبيتعافى منها الحمد لله، لكن المهندس عادل لمزيد من الحذر والحيطة وأيضا الاطمئنان فضل أنه يريح كمان يومين عشان يرجع لكم الفترة اللي جاية بموفور الصحة والسعادة، لكن الحمد لله أن المسحة أثبتت أنه سلبي كورونا، فبنطمنكم عليه ويرجع لنا بألف سلامة إن شاء الله. حلقة النهاردة جاية في توقيت مهم جدا، عشان كده فيها كلام شديد الأهمية، وهذه أبرز عناوينها. مقالي وما قالوا الأهلي والناس ومستشفاهم. الغربال، صفقات وإعارات وشائعات. وبعظمة لسانه حتى لا تتوه الحقائق. خليكوا شاهدين. الشموع الحمراء، مكاوي عم الكباتن. أسرار الملك، فلافيو والرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده المحتوى اللي قلت لحضراتكم عليه في الحلقة 571، ولتكن البداية بالحدث الاجتماعي المهم. مقالي ومقاله الأهلي والناس ومستشفاهم. الحقيقة الدور على أو الكلام عن الدور المجتمعي اللي النادي الأهلي بيلعبه يحتاج وقت طويل جداً، ويحتاج اهتمام ويحتاج تفعيل ويحتاج ان الناس تبقى بص عليه، لانه الاهلي لما يكون له هذه المكانه في مجتمعه، الاهلي لما يكون له هذا التاثير في محيطه، اعتقد يبقى مهم جدا ان كل انجاز اجتماعي او كل دور خدمي او كل محاوله يقوم بها النادي الاهلي لخدمه اهله وناسه ومجتمعه والتناغم مع مبادرات المجتمع ومع اهداف مصر العامه تحتاج ان الناس تاخد بالها منه، على الاقل علشان مش بس الكل ياخد باله، الكل يقتدي بانه في نادي بهذه القيمه الشعبيه يقدر يقوم بدور مجتمعي مهم جدا. النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي استقبل وفد مستشفى الناس للاطفال، وده مستشفى مهم جدا، يعني واحد من المستشفيات المهمه العامله في مجال علاج الاطفال. وقع الكابتن الخطيب مع وفد مستشفى الناس بروتوكول تعاون في اكثر من مجال. ترأست وفد المستشفى النائبة الدكتورة أنيس حسونة، هي الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، وكان معاها الأستاذ محمد فرغلي المدير العام لمؤسسة الجود، وهالة بيزيد مدير الشركة أو الشركات المؤسسية، وإبراهيم عثمان ممثل إدارة التبرعات، ودنيا حسني أخصائية الأطفال في المستشفى، وإيهاب فايز ممثل إدارة خدمة العملاء. ده جانب من حفل أو مراسم التوقيع. الأستاذ أو العميد محمد مرجان بيوقع العقد، الأستاذ خالد الدرندلي والدكتورة أنيس حسونة اللي هي بالمناسبة عضو مؤسسة النادي الأهلي المجتمعية. فاكرين حضراتكم النادي الأهلي كان مجلس الإدارة أسس مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، الدكتورة أنيس حسونة واحد من أعضاء هذه المؤسسة المجتمعية المهمة جدا. البروتوكول الحقيقة فيه أكتر من اتجاه إيجابي جدا، إذا كان بيسمح المستشفى باستقبال لاعبي النادي الأهلي في كل الألعاب للكشف الدوري عليهم، أيضا النادي الأهلي في كل مقر ليه بيفتتح فرع أو مقر مصغر للمستشفى للتعريف بخدمات مستشفى الناس واللي بيقدمه مستشفى الناس من خدمات لعلاج الأطفال لتطوير الأداء وأيضا المساعدة باستمرار وأبدا على نشر هذه الخدمة
المجتمعية المهمة جدا. الدكتورة أنيسة حسونة أشادت بدعم الكابتن محمود الخطيب للمستشفى، وقالت إن زيارته للمستشفى في شهر فبراير الماضي لقيت إشادة أو لقيت تأثير كبير جدا في أداء المستشفى. والكابتن الخطيب كان أشاد باللي المستشفى الناس بيقدمه من خدمات طبية على أعلى مستوى لعلاج الأطفال بالمجان، وقال إن هذه الزيارة مهدت لهذا البروتوكول. فبالتالي كان توقيع بروتوكول مستشفى الناس النهاردة من المهم جدا بين النادي الأهلي وبين مستشفى الناس لمزيد من التعريف والتطوير في هذه العلاقة المجتمعية المهمة. عارفين حضراتكم الأهلي عنده أكتر من جانب في الخدمات المجتمعية، وكتير اتكلمنا هنا في ملك وكتابة على أهمية تفعيل هذا الدور، وعلى ضرورة أن الأندية الكبيرة بالذات الأندية اللي ليها هذا التأثير في مجتمعها وليها هذا العلاقة أو هذه العلاقة القوية جدا مع الجماهير في الشارع يكون لها هذا الدور الحيوي المهم ده لخدمة المجتمع، وأيضا لتطوير أداء مثل هذه الأهداف الإنسانية الكبيرة. ده كان كل كلامنا عن الأهلي والناس ومستشفاهم، لكن بالتأكيد حضراتكم مهتمين جدا بكل ما يحدث في الغربال، صفقات وإعارات وشائعات. كلام كتير الفترة اللي فاتت عن صفقات النادي الأهلي، إعارات النادي الأهلي، تعاقدات النادي الأهلي، وكأن على الساحة مفيش إلا النادي الأهلي. مفهوم ان الناس تهتم بالنادي الاهلي، ومفهوم ان الجرايد ما بتبيعش الا بالنادي الاهلي، ومفهوم ان البرامج حتى الفضائيه ما بتكتسبش نسبه مشاهده عاليه الا عن طريق النادي الاهلي والاهتمام باخبار النادي الاهلي. ده كله كلام على المستوى المهني والاعلامي مباح ومتاح، لكن يفترض ان يكون في قدر معين من المصداقيه. يفترض ان يكون بيراعي الى حد كبير جدا حقيقة ما يحدث. لكن لما اجي ابص الاقي مفيش حد بيتكلم على اي علاقات او اي انتقالات او اي حاجة الا عن النادي الاهلي، وباستمرار كلها تقريبا مش موجودة. ولما تشوفوا الخبر وحقيقته هتكتشفوا ان المسائل كلها تقريبا غير ما هو متصور وغير ما هو مطروح للحقيقة. الغربال فيه اكتر من حاجة مهمة جدا. اذا كان فيه موضوع الصفقات والإعارات والإشاعات اللي هنستعرضها مع حضراتكم بالتفصيل، لكن كمان فيها قضية القوى الناعمة. عارفين حضراتكم الأهلي والزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر. الهيئة الوطنية للصحافة مشكورة أطلقت مبادرة لا للتعصب، وطالبت كل الصحف وكل المواقع في تغطياتها للأهلي والزمالك في الفترة ديت إن تحط سلوجان لا للتعصب. مفترض انه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ولجنه ضبط الاداء الاعلامي الرياضي هتكون معنيه ايضا بمتابعه محتوى الاعلام الرياضي في الفتره الحاليه لضبط الايقاع في هذا الاتجاه. وده اللي اتكلمنا عنه الحقيقه في الحلقه الماضيه من ملك وكتابه، قلنا ده لازم يطلع دلوقتي. ده لازم الناس تاخد بالها باهميه الحدث واهميه تاثير هذه المباراه، لانه انت بتتكلم على نهائي دوري ابطال افريقيا، بتتكلم على بطولة هتؤهل لكأس العالم للأندية، بتتكلم على أنه نهائي أفريقي لأول مرة يحدث في تاريخ القارة أنه الفرقتين اللي بيلعبوا المباراة النهائية من دولة واحدة. فده حديث الناس كلها، حديث العالم كله، أنه في فرقتين من بلد واحدة يلعبوا على نهائي دوري الأبطال. الكرة قوة ناعمة، أو المفترض كرة القدم بشعبيتها ومكانتها من الحاجات الأساسية في القوى الناعمة أو مكونات القوى الناعمة لأي مجتمع. هقول لكم على أبسط الأمثلة في مقالات الزملاء الكبار النقاد الرياضيين في التأكيد على قيمة الحدث، عشان لما حد الفترة اللي جاية يشذ عن القاعدة أو يحاول يأثر في الاتجاه السلبي تبقوا عارفين إن دي مش القوى العاقلة. القوى العاقلة إن احنا ندرك قيمة ما لدينا. قيمة ما لدينا إن احنا عندنا فرقتين كبار بيلعبوا نهائي دوري الأبطال. أستاذ حسن المستكاوي يمكن قال في الشروق: نعم، كرة القدم في أي دولة يمكن أن تكون قوة ناعمة، وهي كذلك في أسبانيا وفي إنجلترا، والأهلي والزمالك من أهم القوى الناعمة في مصر. ولا شك أن الفنون بمختلف أشكالها
سينما وتلفزيون ومسلسلات ومسرح وموسيقى غناء وثقافة، هي كلها من القوى الناعمة. وبيقول الأستاذ حسن المستكاوي أيضا في مقالاته، بيستشهد ببعض الحالات اللي حصلت في إشادات الدول العربية الشقيقة بقيمة الأهلي والزمالك وتأثير الأهلي والزمالك، علشان ينبهنا لقيمة ما لدينا. إحنا عندنا قوة ناعمة مهمة جدا، عندنا طرفين لنهائي دوري الأبطال. وبيتذكر الأستاذ حسن المستكاوي بيقول: أذكر أن محمد بن جالون مؤسس نادي الوداد المغربي قال يوما: كانت لقاءات الأهلي والزمالك بالنسبة لنا منشورا وطنيا يبث فينا روح العروبة. وقال محمد بن قاسم المزواوي أحد المؤسسين لنادي مولودية الجزائر: الأهلي والزمالك وراء تأسيس الأندية الجزائرية بشكلها العصري مثلنا مثل كل البلاد العربية الأخرى. دي على قيمة الأهلي والزمالك زي ما بيقول حسن المستكاوي، وزي ما بيتفق معاه إبراهيم ربيع في الأخبار، وبيقول أنه بدلا من أن يكون هذا الإنجاز نعمة وفرصة للتباهي والأحاديث السعيدة عن الريادة المصرية وقوتها الناعمة والنافذة في المنطقة، أصبح نقمة وفرصة للمكايدة وإشاعة التعصب والوعد والوعيد والتنمر والتحرش وكل أشكال الجيل الرابع والخامس والسادس من السلوك. وفي الجمهورية، يعني ده الأخبار والأهرام، في الجمهورية كمان الصديق العزيز دكتور طارق الأدور بيتكلم على كيفية استثمار هذا الحدث، وبيصفها نادية موقعة القرن. بيقولوا أن أهم العناصر في الأجواء الملتهبة بين الفرقتين هي إعادة الروح الرياضية المفقودة منذ فترة بسبب المسؤولين، وأكرر أنهم كانوا السبب في التهاب واحتقان الأجواء وليس الجماهير. يعني الجماهير هنا ضحية لسلوك المسؤولين التي فقط تنقاد لهذه الحالة. وقد شاهدت في الساعات الماضية اقتراحات جميلة لوقت الفتنة. ده كلام الدكتور طارق الأدور، وبيتحدث عن كيفية بعث الروح الرياضية من جديد في الجسد الكروي. وده ما بيختلفش كتير عن اللي كتبه الناقد الرياضي الأستاذ سامي عبد الفتاح في الميزة. وسامي عبد الفتاح عضو لجنة ضبط الأداء الإعلامي في المجلس الأعلى، ضبط الأداء الإعلامي الرياضي في المجلس الأعلى للإعلام. كتب سامي عبد الفتاح في الميزة: رؤية الدولة وإنجاز القطبين. وسار على نفس اللي ذكره حسن المستكاوي وابراهيم ربيع وطارق الأدور، وقال: أؤكد هنا على أن هؤلاء ضعاف البصيرة والذين لا يملكون سوى الألسنة الحادة، فقد أن لهم أن ينزوا ويخجلوا، لأن دولتنا وحكومتنا كانت صاحبة نظرة ثاقبة وعميقة وإرادة حديدية حتى تحقق هذا الإنجاز بتأهل العملاقين الأهلي والزمالك للنهائي 27 نوفمبر. وقال كمان سامي عبد الفتاح: أؤكد هنا على أن ما علق به الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن إصرار الحكومة المصرية على عودة جميع المنافسات الرسمية وخصوصا الدوري الممتاز كان له الأثر الأهم والفضل الكبير في ظهور الأندية المصرية في النهائي بهذا المستوى. وده يرجعنا تاني إلى مدى اتساق وجهة نظر النادي الأهلي الفنية والإدارية مع رغبة المجتمع ومسؤولية الدولة وإصرار أجهزة الدولة المسؤولة على ضرورة عودة النشاط الرياضي. فاكرين حضراتكم كل اللوم اللي توجه للنادي الأهلي، وكل اللوم اللي توجه للدكتور أشرف صبحي، وكل النداءات اللي حاول الضغط بيها على الاتجاه العام في عودة مسابقة الدوري. متخيلين لو ما كانش الدوري رجع؟ متخيلين أنه لولا النظرة العامة المسؤولة اللي شايفة مصلحة الكرة المصرية فين، مصلحة الرياضة المصرية فين، مصلحة عودة الدوري المصري له هذه الميزة، لكان الأهلي هيصل للحالة البدنية اللي توديه فاينل، ولا الزمالك كان يتمتع بهذه الجاهزية اللي يتفوق فيها على الرجاء. الاثنين تفوقوا بفعل الحالة البدنية بيراميدز لعب المباراة النهائية في الكونفدرالية. دي كانت وجهة نظر الدولة، وده كان نفس التطابق مع وجهة نظر النادي الأهلي. ومن ثم عاد النشاط وراح الأهلي والزمالك للنهائي، راح الأهلي والزمالك للنهائي، لكن فضل كلام كبير جدا محتاج لتعليق بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا قد إيه تأثير الأهلي والزمالك، شفنا قد إيه كل السادة الكبار النقاد شايفين قيمة الأهلي والزمالك كقوة ناعمة، وقيمة الترقب الجماهيري الكبير لمباراة 27 نوفمبر إن شاء الله. وبإذن الله تعالى جماهير الأهلي تفرح باستعادة الأميرة السمراء والتأهل إن شاء الله لبطولة العالم للأندية. لكن على ذكر ظروف الناديين،
احنا عارفين ان الفرقتين تقريبا في ظرف واحد، ودي من المفارقات الغريبه. يعني موسيماني مش هو اللي حط قائمه الاهلي الحاليه، هو جه عليها ومؤكد له وجهه نظر فيها زي اي حد. بتشيكو في الزمالك عنده نفس الظروف، جه على القائمه اللي شغاله وجم في توقيت واحد، اجازه كورونا او ما بعد الدوشه اللي حصلت. اذا مدرب الزمالك اكيد عنده وجهه نظر في اللعيبه اللي موجوده، لكنه مضطر يستخدمهم في النهائي الافريقي، مش بالضروره يستبقيهم كلهم معاه في الموسم الجديد، اكيد هيغير، وده المؤكد اللي هيحصل مع بيتسو موسيماني في الاهلي. عشان كده لما من هنا طلبنا اتحاد الكوره الحلقه الماضيه ضروره النظر بعين الاعتبار والاهتمام لتوقيت القيد. القيد المحلي بتاعنا 11 و 19 نوفمبر. والمشكله ما زالت قائمه، وانا هنا عايز اقول لكم على حاجه. انا عندي كل الثقه في حسن الظن والتوجه عند اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره. لو في حاجه بتحصل ما بيبقاش في سوء نيه ولا سوء قصد ولا وضع عراقيل، لا خالص. بيبقى ترتيب ما نتيجه ممكن خبره اقل، نتيجه نقص رؤيه معينه في الحته الاداريه، نتيجه الصوره بالكامل مش واضحه، لكن لما بتتضح الصوره قدامهم في اكتر من موقف الحياه بيصوبوا اي خطا موجود، لانه مفيش مبرر، مفيش مبرر ان انا اقفل القيد المحلي 19 نوفمبر واقول للاهلي والزمالك العبوا 27 نوفمبر. اللعيبه اللي انتوا هتستخدموها واللي هيفضلوا موجودين معاكم ل 27 نوفمبر غصبا عنكم هتستبقوهم للموسم الجديد، والا اي حد هتطلعوه بره القايمه لغايه 19 نوفمبر مش هتقدر تستعين بيه في نهائي افريقيا. ازمه ومازق ملوش اي معنى ولا لازمه. وقلنا ان في حلول كتيره قوي تقدر تحرك القيد. سمعت انه عنده فرصه انه يقدر يسجله 6/12، يحرك ميعاد غلق القيد المحلي ل 6/12. يا سيدي خليك ل 30 نوفمبر زي ما الاتحاد الافريقي عامل، او زود عدد الاستبدالات او عدد الاعارات. يعني عندك اكتر من فرصه لحل المشكله، لكن بهذا الشكل لا بتخدم الاهلي ولا بتخدم الزمالك. ولو صلحتها لا هتبقى جميله الاهلي ولا جميله الزمالك، لان بقول لك الاثنين في نفس الظروف، الاثنين مدربينهم جم على الفرقه ومؤكد ان ليهم وجهات نظر في اللعيبه اللي هيكملوا الموسم الجديد. بس حتى في الازمه نفسها الاقي القيد الافريقي الشتوي بقى، وده اللي لازم ننبه ليه من دلوقتي. القيد الافريقي بالنسبه للاتحاد الافريقي في بطولته هيبدا من 1 ل 30 يناير، يعني هياخد شهر يناير بالكامل، ده القيد الشتوي. يعني الاهلي او اي او الاهلي او الزمالك او بيراميدز والمقاولين في الكونفدراليه، والاهلي والزمالك في دوري الابطال، ده الموسم الجديد. اللعيبه اللي هيضمهم جديد يقدروا يسجلوهم في يناير. طيب انت حاطط لي القيد المحلي او الافريقي من 1 ل 30 يناير، ده ميعاد الاتحاد الافريقي. انت كمصر هتفتح القيد الشتوي امتى بتاعك؟ 15 فبراير لمده شهر، ل 15 مارس. يعني انت مش هتستفيد كنادي مصري من فرصه القيد الشتوي خالص. انت كنادي مصري مش هتستفيد باي لعيب تقدر تجيبه في القيد الشتوي. انت بتسجل وبتسيب خمس اماكن، اي اماكن هتسيبها مش هتقدر تضمها. ليه يا سيدي؟ انت بتفتح الباب المحلي بتاعك الشتوي وافريقيا هتكون قافله بقى لها 20 يوم. طب الحل ايه؟ الاتحاد المصري لازم يحرك مواعيد القيد الشتوي تقرب من الفتره الافريقيه. يعني هو بيتكلم في الاتحاد الافريقي من 1 ل 30 يناير، خد انت يا سيدي الاسبوع الاخير من يناير ولغايه الاسبوع الاخير من فبراير او المده اللي انت عايزها، بس في النهايه ادي مساحه زمنيه متداخله بين الاثنين، تخلي اي فريق مصري ضم لاعب في القيد الشتوي يدعم بيه صفوفه يقدر يسجله. لكن بالشكل الحالي بالمواعيد اللي موجوده مفيش نادي مصري هيستفيد من القيد الشتوي في افريقيا. دي مساله كمان جايه نتمنى انه ينتبهوا ليها من دلوقت، ونحاول نظبط مواعيدنا مع مواعيد الاتحاد الافريقي، لان زي ما قلت لكم مؤكد ان هي لا غلاسه ولا رخامه من الاتحاد المصري ولجنته الخماسيه، بس ربما المساله محتاجه ضبط المواعيد مع بعضها شويه.
على ذكر الاتحاد الافريقي برضو، يمكن جريده المساء قالت الخطيب يطالب بتحكيم عادل في نهائي افريقيا، ورئيس الاهلي ارسل الى الكاف لتعيين طاقم مميز ونزيه. كلام كتير اتقال على مستوى التحكيم في افريقيا، وشفنا الاتحاد الافريقي هو نفسه اكم من مره شطب حكام فاسدين، اكم من مره تم الاعلان عن حكام مرتشين، وبيتطهر الكاف بيتطهر، وده مش عيب. يمكن من الشجاعه ومن الجرأة انه بيعلن عن الفاسدين اللي عنده وبيبترهم. وشفنا النادي الاهلي كام حكم تم عزله وشطبه وحبسه، اكتشفنا انه تورط قبل كده في اهدار او ضياع بطوله من الاهلي. القاب واضحه وصريحه. فالمسا بتشير الى تركيز النادي الاهلي في المطالبه فقط بتحكيم عادل ونزيه. انا مش عايز الا ناس محترمه، انا مش عايز الا تحكيم عادل، انا مش عايز الا حقي. بقول لمؤسسه الكاف بصوا بعين كويسه، بقول ده تحكيم مؤثر جدا في عنصر من عناصر اللعبه. وقالت كمان الخطيب يبحث مضاعفه المكافئات ل 500,000 جنيه لكل لاعب للفوز بافريقيا. وايضا الاهلي طوارئ من اول يوم، الاداره ترصد 150,000 جنيه لكل لاعب من اجل استعاده اللقب. كلام مهم. وبطوله افريقيا مش بالفلوس، مؤكد انه ما شاء الله البطوله عوائدها كبيره جدا. البطل بيحصل على 2.5 مليون دولار، بيتاهل لبطوله العالم للانديه، فيها مجد، فيها عوائد ماليه كبيره جدا، فيها ارتفاع في القيم التسويقيه للنادي، فيها حضور في محفل عالمي كبير. كل ديت مزايا. مؤكد ان الاهلي لا يبخل ابدا على لاعبته، مؤكد انه حتى لوائح او لائحه المكافئات ربما كانت اعلى من كده كمان، بس لعيبه الاهلي بتدور على مجد، بتدور على انها تحط اسمها في تاريخ النادي بحروف من نور، بحروف من ذهب، لانه مش اي حد هيكون فاز بدور الابطال او شارك في بطوله العالم للانديه. النهائي المهم جدا، النهائي الافريقي، زي ما شفنا كل الاراء انه ده بيمثل قوه ناعمه مهمه جدا، رساله لكل المحيط الافريقي والعربي والدولي ان الكره المصريه بخير، وانه مصر راجعه لمكانتها في تصدر الكره الافريقيه. عشان كده كانت فكره اقامه المباراه في استاد برج العرب في 27 نوفمبر محل خوف ومحل قلق، واشرنا اليه هنا في ملك وكتاب الحلقه الماضيه، ان انا لما اقول 27 نوفمبر ابص الاقي عندي نوة المكنسة اللي بتجتاح الساحل الشمالي واسكندرية بتنتهي تقريبا 21 نوفمبر. بعدها في نوة تانية، النوة اللي هو العاصفة الممطرة الرعدية العنيفة اللي بتستمر عدة أيام. لا، في نوة تانية 4 ديسمبر، نوة القاسم. طب بين قاسم وبين المكنسة اتحط مباراة الأهلي والزمالك. ده بيخلص 20 أو 22، والتانية النوة التانية بتبدأ 4 ديسمبر. فترة ما بين النوتين ربما زي ما خبراء الأرصاد حذروا منها بتبقى بتشهد أمطار رعدية شديدة جدا. فاكرين استاد برج العرب لما استضاف في مارس الأهلي والزمالك في قمة وصفت بأنها قمة الوحل والطين؟ مباراة كانت عجيبة وغريبة جدا، إنه الصورة تطلع برة إنه الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية بيلعبوا في ظل هذه الأرض أو على هذا الملعب. ما كانش عيب من الملعب، ولكن قسوة الأمطار الرعدية اللي بصوا اللعب في البركة كان عامل ازاي، شوفوا المنظر كان عامل ازاي اللي احنا طلعنا بيه صورة الأهلي والزمالك لكل العالم. اتفضلوا. فعشان كده كان تخوفنا، عشان كده قلنا يا جماعة مش هينفع أبدا ان احنا نعرض المباراة، لان انت هتفضل ساكت لغاية لما تيجي ميعاد المباراة. طب جت ميعاد المباراة، مين هيملك التعامل مع الظروف المناخية القاسية بهذا الشكل؟ هنظلم استاد برج العرب وهنظلم إدارة الاستاد لما هنقول ان احنا مطلوب ان احنا نعالج الارض و و و و احيانا بتبقى ظروف الطبيعة اشرس واقوى من ان اي حد يحتويها، او حتى الامطار. بصوا اتفضلوا الملاعب كانت عاملة ازاي وقتها، ارض الملعب كانت موحلة جدا، كانت صورة سلبية. عشان كده قلنا يا جماعة كويس قوي ان الاتحاد الافريقي كان اعتمد لنا ملعبين، استاد القاهره واستاد برج العرب. نسعى سريعا الى استضافه المباراه او اعاده المباراه الى استاد القاهره. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مشكورا بحس سياسي ايضا وبمسؤوليه رياضيه عن
أهمية المباراة، ظروف التوقيت، الكلام مهم عن نقل المباراة. طبعا لازم يكون داعمين. النهارده زي ما حضرتك قلت 8 نوفمبر كان أول مباراة مع مالي. كابتن شوقي النهارده عمل احتفالية كده صغيرة للذكرى دي، حاجة سعيدة. لكن احنا بداية المنتخبات النهارده، المنتخب الأولمبي، وطبعا يعني بنضيف خبر يعني كويس جدا. احنا عندنا المنتخب الأولمبي هيقابل منتخب البرازيل الأولمبي المطعم بمحترفين، وايضا منتخب كوريا 12 و17 ان شاء الله يكون على ارض الاستاد، بالاضافه طبعا الى مباراه توجو للفريق الكبير. فمنتخباتنا يعني كل المصريين بقى يعني ورا منتخباتنا، وكمان ان شاء الله عندنا نهائي الاهلي والزمالك، وده حدث كبير جدا. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله يكون في القاهره، ما يكونش في حته تانية باذن الله، وعلى استاد القاهره يعني. ويعني الحاله الرياضيه تدوب تاني من هنا، وكل يوم بنقول لجماهير مصر الحبيبه الاهلي والزمالك يعني احنا ننبذ بقى التعصب ونشجع مصر منتخبات، ونشجع مصر اهلي وزمالك. احنا نهائي افريقيا اول مره تحصل ان الفرقتين يكونوا في النهائي، فدي يعني حاجه كبيره جدا يعني. دكتور، يعني لو اتكلمنا عن ازمه نادي الزمالك، حضرتك شايف الموقف النهائي لازمه نادي الزمالك ازاي؟ ولا هيؤثر على فريق الزمالك في المباراه القادمه من الاهلي او لا؟ احنا يعني مرارا وتكرارا قلنا الانديه والكيانات، يعني احنا مع كل الكيانات الرياضية يعني. أما الإجراءات التانية دي إجراءات قانونية إحنا بنشوفها، الإجراءات التفتيش، وأكيد كل حاجة بوقتها في القرارات يعني. لجان التفتيش على الأندية هل هتزال مستمرة أم لا؟ ده برنامج هيفضل على طول السنة، مش هنوقفه باستمرار يعني. ده دورنا الحكومي ودور الوزارة، هنعمله بصفة مستمرة بنفس الموديلنج يعني. احنا بنعمل موديلنج يعني، ده لاول مره يتعمل. فبالتالي احنا وجهاز المركزي للمحاسبات تضامنا وايضا مع النيابه العامه مع الاجهزه الرقابيه الاخرى يكون في استمرار لهذا العمل من خلال الوزاره. ده كلام مهم جدا من الدكتور اشرف صبحي، وفي نقطتين. النقطه الاولى خاصه بالمباراه، واكد انه ان شاء الله المباراه في استاد القاهره، وان شاء الله تقام في العاصمه وما بقاش في اي مشكله خالص ولا اي تخوفات من ظروف الأمطار في الفترة بتاعت النهائي. ده كلام رائع جدا بنحييه عليه، وبنشكر كل الجهود اللي راحت في هذا الاتجاه، لأنه فعلا الكلام على إقامة المباراة نهاية أفريقيا والناس كلها بتتفرج، وإحنا بنقول إن دي فرصة تاريخية، والأهلي والزمالك في النهاية لما نحطها تحت ظروف الإعصار والنواة تبقى إحنا فعلا بنراهن على حاجة صعبة قوي. لكن كلام الجزء الثاني في الكلام وزير الشباب والرياضة عن لجان التفتيش، أنا شخصيا عايز أحييه جدا، عايز احييه على هذا الدور الرقابي المهم. كويس قوي ان وزاره الشباب والرياضه تطلع بهذا الدور، بس كمان ما يبقاش في خيار وفاقوس، يبقى المساله في تفتيش جاد، في حرص جامد على حمايه المال العام، على كشف اي مظهر من مظاهر الخلل والتصدي لكل الاخطاء. المساله مهمه جدا، وعايز افكر انه النادي الاهلي هو اول من يرحب، بل اول من بادر. الشيء بالشيء يذكر، يمكن كابتن الخطيب كان بعت جواب موقع منه شخصيا للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. ده كان امتى يا جماعه؟ ده كان 27/5/2018، لما زاد اللغط والكلام الفارغ كتير قوي، قال له ارجوك ابعت لي لجنه من التفتيش المالي والاداري على النادي، والتاكد من حقائق الامور واجراءات المال العام وكل ما يتعلق بشؤون المال النادي الماليه. ده كان طلب، ارجوك تعالى فتش عليا، أرجوك تعالى تأكد من سلامة الموقف، أرجوك وضح لي أنا واقف فين، أرجوك اكشف الحقيقة للرأي العام. خدت المسألة وقت طويل جدا من التحيات، النادي الأهلي اللي طالب ورئيس النادي الأهلي هو اللي بعت. يمكن اتعطلت فترة، والمهندس خالد عبد العزيز بعد ما ترك المنصب جه الدكتور أشرف صبحي بعت اللجنة، اشتغلت وفيها كل الجهات الرقابية المسؤولة، إلى أن صدرت شهادة براءة الذمة والشهادة الناصعة جدا لسلامة الموقف المشرف للنادي الأهلي ومجلس إدارته، اللي صدرت من معالي المستشار النائب العام في 4/4/2020، بأنه بعد كل التحقيقات و و و و التفتيش انتهت إلى أنه استبعاد شهبة جرائم العدوان على المال العام في النادي الأهلي. مفيش جرائم عدوان على المال العام في النادي الأهلي، ده اللي انتهت إليه تحقيقات الجهات الرقابية المسؤولة، ودي شهادة معالي النائب العام. عشان كده قلنا وقتها وبنكرر ونزيد،
اي حد يسيء لمجلس اداره النادي الاهلي في ذمته وفي سلامه موقفه وفي ادائه المالي يواجه وبكل قوه. الناس اللي بتهرج وبتتكلم كلام فارغ بعد صدور او بعد ثبوت هذه الحقيقه من قبل جهات التحقيق الرسميه والجهات الرقابيه المسؤوله يحتاج ان هو يواجه وبكل قوه، ومفيش بلاغ ومفيش محضر ومفيش شكوى بتضيع ومفيش حاجه بتنتهي ومفيش حق بيسقط بالتقادم، كله جاي دوره، كله جاي دوره. لكن زي ما بقول لكم النادي الاهلي هو اول من بادر، والنادي الاهلي هو اللي صدرت بشانه شهاده ابراء الذمه من مكتب النائب العام. عشان كده بنقول بنثمن ونقدر خطوه النائب وزير الشباب والرياضه في الدعوه دايما وابدا على التفتيش المالي والاداري الدقيق حفاظا وصونا للمال العام. الاهلي والزمالك مباراه مهمه جدا، الوزير تحدث عن ضروره نبذ التعصب. احنا في قناه الاهلي اذكر من 3 4 سنين كان فيه ايضا مبادره يمكن قعدت فتره على الشاشه لا للتعصب، وكلكم بتتابعوا القناه وبتتابعوا برامج القناه، وقد ايه الناس على قدر عالي من المسؤوليه اللي مش محتاجه توجيه، اما وانه التوجيه موجود فعلى الجميع انه ياخد باله، انه ياخد باله ان احنا عندنا قوه ناعمه محترمه، عندنا ناديين كبار، عندنا نادي القرن في افريقيا، نادي القرن العشرين في افريقيا النادي الاهلي، ولما اعلن كان رقم 2 نادي الزمالك، عندنا النادي الاهلي دلوقتي على راس انديه العالم حصولا على البطولات. اول العالم، اول العالم في عدد التتويجات القاريه والمحليه. لما يكون عندك قوه ناعمه بهذا الشكل لازم تحافظ عليها ولازم تصونها ولازم تتعامل معاها صح، ولازم تسمع رساله من العالم الاخر. من العالم الاخر الفنان الكبير الراحل شكري سرحان له رساله مهمه جدا للاهلي والزمالك، ربما كان ده موعد مناسب لسماعها. الاهلي والزمالك هم اللي خلوا فيه للكوره سمعه وصيت وصوت، ولولا تنافس الناديين دول اللي من زمان قوي بتهيألي ما كانتش الكوره وصلت لكده. ويعني ربنا يوفقهم هما الاثنين ويعملوا كوره كويسه، بس هو ده المطلوب، والتنافس تنافس عظيم. وارجو بالمناسبه دي ان التنافس لا يبقى فيه شتيمه في الشوارع ولا شتيمه في الملاعب ولا خناق ولا حاجه من دي، يبقى تنافس جميل زي ما احنا كنا. يا ترى ممكن نسمع الرساله من العالم الاخر دي؟ ممكن الجماهير تعيط اللي قاله الفنان شكري سرحان؟ ممكن نعرف ان احنا بنمارس الرياضه اللي نستمتع بيها؟ ممكن كمان نقول لكم اخبار كتيره على نجوم النادي الاهلي اللي الاهلي بيفاوضهم واللي الاهلي بيعيرهم واللي الجرايد بتنشر كلام عنهم، تفاصيل كتيره ومهمه بعد الفصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بنتكلم عن الصفقات والاعارات والاشاعات وحاطين لكم كل الاخبار اللي موجوده في الغربال، بس الحقيقه لما بتهز غالبيه الكلام بينزل، لانه تقريبا كتير من اللي بيتقال عن لعيبه الاهلي وانتقالات واعارات واستخدامات كلها تقريبا بتنزل من الغربال بسهوله. وعايز الفت النظر لحاجه، ما تسال اي حد هو مين احسن لاعب محترف دلوقتي؟ يقول لك بن شرقي. هايل. طب مين احسن مدافع؟ يقول لك محمود علاء. طب مين احسن مهاجم؟ مصطفى محمد. مش ده اللي بتسمعوه؟ حد بيسمع عن اي اخبار انتقالات او مفاوضات لحد من نجوم نادي الزمالك؟ انا ما بقولش الناس تتكلم على دول، انا بقول انت ليه مستهدف الاهلي بالتحديد؟ ليه هذا التركيز؟ ده فريق هيخوض نهائي افريقيا، هل من الصح ان انت وهو بيخوض نهائي افريقيا وبيحضر نفسه للنهائي تلاقي الجرايد والمواقع والبرامج كلها عن انتقالات لعيبه النادي الاهلي واعارات للعيبه النادي الاهلي ومعرفش مين عايز مين؟ رامي ربيعه الحمد لله شفي وبقى كويس وبدا يدخل كوره، وان شاء الله يكون له حضور مؤثر في المباراه النهائيه لانه مدافع دولي مهم. بس حتى هو كده تعرف بعض الجرايد والمواقع انه لجنه التخطيط في النادي الاهلي بتوصي بالاستغناء عن رامي ربيعه. تفتكر ممكن لجنه التخطيط تتدخل
في تقرير مصير لاعب قبل المباراه النهائيه. يعني اذا كنا بنقول للاتحاد المصري نحرك القيد شويه علشان المدرب ما يتحرمش من بعض اللعيبه في النهائي، تبقى لجنه التخطيط عايزه تمشي رامي ربيعه دلوقتي او توصي ما اعرفش بايه وايه، وكلها حاجات ما انزل الله بها من سلطان. لكن هو الاستهداف هو دايما وابدا الضرب في استقرار الفريق. الحمد لله ان الجمهور واعي، لكن حتى الامر لا يسلم منه كل المراكز. هقول لكم بعض العينه واقول لكم بالكامل موقف اللعيبه واحد واحد ايه بالظبط عشان تبقوا عارفين المسائل من مصادرها الرئيسيه او المسؤوله. لما تلاقي الاهلي يكثف تجهيز ربيعه، حسم مصير صالح، جيرالدو يماطل، الشناوي بديلا للشناوي، وجاد وبسام في الصوره. يعني تقريبا خلصت على مرمى الاهلي. عايز تجيب الشناوي مكان الشناوي، طب هو الشناوي بتاعنا ما انت سمعت عنه كل كلام انه الراجل لا يفكر ابدا في ترك الاهلي الا لو الاهلي مش عايزه، واصبح واحد من ايقونات الفريق بجد ومن العناصر المؤثره وواحد من كباتن الاهلي. فجاه عايز تجيب الشناوي مكان الشناوي. طبعا ساعه لما الشناوي كان في الزمالك محدش كان يجرؤ يفتح بقه ولا يتكلم، لكن الشناوي في بيراميدز خلاص اضرب شناوي الاهلي. ده المنظر اللي انتوا شفتوه. سالت هل الاهلي عنده تخطيط للتعاقد مع حارس مرمى؟ هل الاهلي فاوض مع حد من الحراس دول؟ اكد لي الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي انه مفيش حتى تفكير في الاستعانة بحارس مرمى جديد، لم يطلب منه التفاوض مع أي حارس مرمى جديد، مش موجودة كفكرة، مش موجودة. جبتوا الكلام ده منين بقى؟ فضيت مرمى النادي الأهلي وفوضت بسام وفوضت معرفش مين جاد والسعداني، فجأة مشيت الثلاث حراس. هل ده منطق؟ هل ده كلام؟ هل ده بيحصل مع بقية الناس؟ هل حد سأل عن بقية الحراس في الأندية التانية عاملة إزاي؟ لكن خلينا نكشف كل هذا الزيف من مصادره. الأهلي لا يفكر في التعاقد مع حارس مرمى جديد. الأهلي لا يفاوض أي حارس مرمى. الأهلي مش في خطته استخدام حارس مرمى جديد. الأهلي لن يستغنى عن أحد من حراسه. ده تأكيدات الكابتن أمير توفيق مسؤول التعاقدات. معرفش بعد كده الناس بتجيب الكلام ده منين. زي ما هتلاقي برضو عروض الإعارة تنهال على أحمد ريان والأهلي يطالبه بتمديد عقده. الشيخ يطالب الرحيل من الأهلي واللاعب رفض الإعارة والبيع النهائي في انتظاره. خلينا نفتح دفتر أحوال الفرقة كده واحد واحد. كلام عن سيرينيو والكلام عن مفاوضات مع سيرينيو، وقت ما في حاجة بتخلص الأهلي بيعلنها. وقت ما بتبقى في حاجة حقيقية الأهلي بيعلنها. لكن هبدأ لكم بآخر صفقة مهمة الأهلي هيعلن عنها في أقرب وقت لأنها تقريبا تم حسمها. بدر بنون مدافع الرجاء الدولي، مدافع الرجاء المغربي، لاعب مهم. والأهلي لما جايبه جايبه بمواصفات معينة. الأهلي عنده مشكلة في القيد. الناس اجتهدت، المهندس فرج عامر أبدى استعداده إنه يقدر يستعير بدر بنون يلعب مع سموحة لغاية الشتاء. النادي الاهلي مؤكد لا يفكر في هذه الخطوه. هو جايب بدر بنون كلاعب دولي، كمدافع كبير، كواحد من العناصر المهمه جدا لتدعيم الفريق عند الاعلان عن التعاقد معاه، هيكون الهدف الاحتفاظ بيه، استمراره مع الفريق، حل مشكله القيد. بكل الوضوح فلا تفكير في ان انت تعمل تجيب بدر بنون كراجل محترف مغربي كبير ولاعب دولي وتقول لي هنعيره او هنسلفه لحد شهرين ثلاثه. طبعا كل التقدير لنادي سموحه وكل التقدير لحرص المهندس فرج عامر على انه اولا يستفيد لناديه ويحل مشكله للاهلي اذا كانت موجوده مشكله، فما فيش مشكله. بدر بنون لما يعلن النادي الاهلي عن التعاقد معاه هيكون بهدف تدعيم الفريق واتاحه الفرصه ليه كامله من البدايه. عمار حمدي اعاره الى نادي الاتحاد السكندري. طبعا عمار الاهلي اعاره سنتين. حد يقول لي طب هو النادي الاهلي هيعيره هيقدر يجيبه؟ ان عمار لاعب مهم بس في مركزه الاهلي عنده وفره، الاهلي عنده حرص على
اللعيب المميز ياخد فرصه من اللعب، ياخد فرصه لساعات مشاركه اكتر، صقل موهبته، تجهيزه بشكل احسن، اتاحه الفرصه ليه انه ياخد خبرات من المشاركه الافضل. فكان الاتفاق على اعاره عمار حمدي لنادي الاتحاد موسمين، لكن الاهلي يحق له يرجعه في الموسم الاول، تقدر تجيبه من اول موسم، فانت كده بتحتفظ بقوتك زي اللي حصل بالظبط مع كريم يحيى الباك اليمين الشاب، كان معار الموسم اللي فات لسموحه، انت بتعيره للاتحاد السكندري، بعته بيع نهائي، بس البيع يدي للاهلي احقيه الشراء، تقدر تشتريه بعد الموسم الاول. اذا كنت شايف بعد الموسم الاولاني انه كريم يحيى محتاج تجيبه، عقدك مع الاتحاد وفي تعاون واضح مع الاستاذ محمد مصلحي انك تقدر تستعيده تاني بعد الموسم الاول. وده اللي الاهلي عمله كمان مع الجونه، اداله محمد الجزار، جدد اعاره محمود الجزار للجونه، مدافع مهم جدا عايز ياخد فرصه للعب، اذا كانت صعوبه المشاركه دلوقتي مع الاهلي تبقى اصعب شويه، خلاص الراجل عامل الموسم اللي فات كويس جدا مع الجونه، تم تجديد موسم الاعاره له مع الجونه، وتقدر ترجعه بعد الموسم ان شاء الله. طبعا لعيبه المنتخب الاولمبي عندهم فرصه للظهور في طوكيو، فبالتالي حتى كابتن شوقي غريب كان عنده تصور انه اللعيبه بتاعه المنتخب الاولمبي من الافضل تاخد فرص للعب، من الافضل اللي موجود في نادي بيلعب فيه يا ريت يفضل محافظ على فرصه المشاركه. وده اللي حاصل مع احمد ياسر ريان، زيه زي محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم مدافع قوي، مدافع مهم جدا، من المدافعين اللي ليهم مستقبل ان شاء الله كويس، واحمد ياسر ريان فرود ما شاء الله عليه، لكن محتاج لعب، محتاج خبره، محتاج فرص دايما للمشاركه. ففي عروض كتيره لسه عارضهم، لم يستقر الجهاز الفني وجهاز الكوره مع لجنه التخطيط والكابتن امير توفيق على تحديد وجهه الاعاره بالنسبه لاحمد ياسر ريان يرجع للفريق دلوقتي او تجديد اعارته او انتقال لاي الانديه اللي راغبه في استعارته. مؤكد انه احمد ياسر ومحمد عبد المنعم الاثنين من العناصر الصاعده المهمين جدا. في كمان انتقال على سبيل الاعاره ممكن تسمعوه بكره او بعده بالكثير، وده في شكل التعاون الكويس بين الاهلي ونادي البنك الاهلي. البنك الاهلي طالب محمد فاخري وطالب شادي رضوان، الاثنين من العناصر ما شاء الله المميزين جدا، فاخري وشادي. طيب هل رؤيه موسيماني يفضل محتفظ بالاثنين وما ياخدوش فرص للعب، ولا زي اللي حصل مع ناصر ماهر، ما انت بترجع ناصر ماهر وبترجع شريف بتدعم قوتك وبترجع صلاح محسن، كل العناصر ديت اكرم وصلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف، الاربعه خلاص رجعوا وهينتظموا في التدريبات بشكل اساسي، دي قوه مضافه قويه جدا. شادي رضوان ومحمد فخري الاثنين على ابواب البنك الاهلي، واقفين على مكنه الاي تي ام بتاعه البنك الاهلي. كابتن محمد يوسف هيبقى عنده رغبه شديده انه يقدر يستعين باكبر عدد من لعيبه النادي الاهلي، ففرصه ان محمد يوسف موجود بيبني فرقه كويسه جدا في اداره مستقره، فيبقى في تعاون ايجابي كويس جدا مع البنك الاهلي اللي خلاص على وشك استعاره فخري وشادي رضوان. ده تقريبا دفتر الاحوال الحمراء كلها بكل ما فيها. وعلشان كده عايز اقول لكم طبعا جيرالدو وباجي الاثنين موجودين مع منتخباتهم. جيرالدو موجود في منتخب انجولا، اتكلم الناس كتير اتكلمت على انه اول اغسطس الانجولي قرب من شراء جيرالدو، حتى الان مفيش حاجه تمت زي كده خالص، لا اول اغسطس ولا اخر اغسطس، حتى الان مفيش حاجه لجيرالدو مع اول اغسطس الانجولي. في عروض في عروض، في محاولات في محاولات، في رغبه من اللاعب في البقاء، في رغبه من اللاعب في البقاء، لكنه موجود مع منتخب بلاده زي ما علي معلول التونسي موجود مع المنتخب التونسي في الفتره الحاليه، واليو ديانج موجود مع منتخب مالي، دول اللي موجودين مع منتخباتهم. لكن موسيماني كمان بيعقد جلسة منفردة مع سعد سمير للاطمئنان على حالته، وأحمد الشيخ بيؤدي جلسة في الجيم وتدريبات تأهيلية، والاثنين من العناصر المهمين في الفترة اللي جاية. مين اللي هيتسجل؟ مين اللي هيمشي؟ مين اللي هيعار؟ مين اللي هينتقل؟ محدش يقدر يقول الكلام ده دلوقتي والفريق عنده نهائي أفريقيا. فاللي انتوا بتسمعوه ده
هدفه المباشر والأساسي ضرب استقرار الفريق. اهتمام موسيماني بالعناصر الصاعدة في الأهلي كان محل اهتمام وإشادة الصحف الخارجية. مجلة 442 الإنجليزية بتتحدث على اهتمام موسيماني بالناشئين في النادي الأهلي، وكيف أن المدرب الجنوب أفريقي في أول تجربة لمدرب من الجنوب في النادي القاهرة أو النادي القاهرة العملاق بيتم تصعيد عدد كبير من اللاعبين ليكسبهم مزيد من الخبرة، وبيقولوا أنه موسيماني بيحدث شيء من النقلة الكبيرة جدا في كرة القدم الأهلوية. وأنا بقول لكم أنه موسيماني مبسوط جدا من ناشئين النادي الأهلي، سعيد جدا بمستوياتهم، هيستعين بعدد وافر منهم، هيعير العدد اللي عايزه منهم يشارك على أساس أنه يقدر بعد كده يستخدم أو يسترد الواحد تلو الآخر. موسيماني عنده هذا الحرص على لعيبة النادي الأهلي، لكن زي ما بقول لكم القرعة الأفريقية كمان كانت مهمة لأنه داخل في تحديات جديدة. التحديات الجديدة النهاردة أجريت قرعة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد اللي هيبدأها بقى موسيماني من أولها مع الأهلي. طب الأهلي في دوري الأبطال الجديدة هيلعب مع مين؟ لا يلعب مع الفائز من مقديشيو الصومالي وسنديب بطل النيجر. الفائز من مقديشيو الصومالي وسنديب النيجر دول هيلعبوا مع بعض في الدور التمهيدي، الفائز منهم هيصعد يلعب الأهلي. امتى بداية الأهلي؟ هتكون 22 و 23 ديسمبر، والعودة 5 و 6 يناير. الزمالك اللي بيشارك أيضا في دوري الأبطال هيلاعب في الدور ال 32 الكاسبان من الدور التمهيدي من سياف الجيبوتي وجازل التشادي في نفس التوقيتات. عارفين انه الاتحاد الافريقي اعفى 10 فرق مره واحده من دور التمهيدي حسب نتائجهم في الخمس سنوات الاخيره. تم اعفاء الاهلي والوداد والترجي ومازيمبي والزمالك وصن داونز والرجاء وحوريا كوناكري وفيتا كلاب واول اغسطس الانجولي من المشاركه من البطوله او الدور التمهيدي. قرعه الكونفدراليه المقاولين اتحط في مواجهه في الدور التمهيدي مع فريق ارتا سولار الجيبوتي في الدور التمهيدي، ويتجاوزوا ان شاء الله فهيواجه النجم الساحلي عشان عماد النحاس يواجه النجم الساحلي اللي شهد وقعه غريبه جدا في نهائي 2007 بطرد عماد النحاس من الملعب من الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون. فعنده مواجهه مع بطل جيبوتي، ولو كسب ان شاء الله هيواجه النجم الساحلي. بيراميدز المشارك المصري الثاني في الكونفدراليه هيواجه الفائز من الدور التمهيدي من الاتحاد الليبي وهرسد الصومالي. ده اللي حصل في الكونفدراليه، لكن الانقلاب اللي حصل في الاتحاد الافريقي النهارده الحقيقه انقلاب لافت جدا. يبدو انه الكاف بيتطهر، وان الفتره اللي جايه في عاصفه رعديه جدا ربما تبقى زي اعصار او نوه المكنسه اللي تهب على الكاف. لانه البي بي سي بتعلن انه احمد بيلاحق باتهامات قد تبعده عن رئاسه الكاف، وفي نفس الوقت بيعلن فجاه عن ترشيح منافس قوي جدا من جنوب افريقيا هو رئيس نادي ميمولودي صن داونز موتسي بيه بيباغت احمد وبيحصل على التأييد. ايه اللي حصل في الكاف؟ الزميل عمر البنوبي الناقد الرياضي ببوابه اخبار اليوم. مساء الخير يا عمر. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا بيك. عمر قول لي ايه اللي حصل النهارده تحديدا؟ هو اللي حصل النهارده انه كان في مؤتمر صحفي حضره وزير الرياضه الجنوب افريقي وداني جوردن رئيس الاتحاد الجنوب افريقي، اعلنوا فيه تأييد باتريس موتسيبا. وباتريس موتسيبا هو ملياردير جنوب افريقي وهو مالك نادي صن داونز ورئيسه، يمكن هو عاشر اغنى اغنياء القاره الافريقيه بثروه تقدر ب يعني 2 مليار و400 مليون دولار. ثروته 2 مليار ونص بالظبط. يعني هو من المفاجاه يا استاذ ابراهيم في الموضوع انه لاول مره بيطرح مرشح لرئاسه الكاف من خارج المكتب التنفيذي ومن خارج رؤساء الاتحادات. صحيح، احنا امام حاله فريده من نوعها لاول مره انه رئيس نادي بيترشح لرئاسه الكاف وبينال فجاه
دعم كبير جدا من اتحادات اعلنت على طول النهارده مباشره ان هي هتدعمه، ابرزهم طبعا هامسون، هي من اعمده الكاف لان هي المشرفه على الكره في الكاف، ومن عناصر الشابه اللي لها كلمه جيده في الاتحاد البوتسواني، اتحادات السكافه وسط ووسط افريقيا وشرق افريقيا اعلنوا تاييدهم، لان هم قبل كده اصلا رفضوا تاييد احمد احمد لما طلب الاتحادات الافريقيه. لكن الاهم من ده كمان يا استاذ ابراهيم انه باتريس موتسيبا يعني مش داخل برضه بطوله كده، لا هو باتريس موتسيبا شقيقته الكبرى هي قرينه رئيس جنوب افريقيا. موتسيبا نسيب الرئيس، نسيب رئيس الجمهوريه، هي اخته شقيقته الكبرى، فعنده دعم رسمي كبير. هي اسمها تشيبو، هي الشقيقه الكبرى في العيله دي، وهي المفروض دوله جنوب افريقيا، واللي هو على علاقه وطيده جدا بالدوله المصريه ايضا، وهم عندهم ثقل كبير لانه حاله الدعم الكبيره اللي حصلت النهارده، وفكره كمان انه داني جوردن يتنازل والنهارده قال كده كان عنده رغبه انه يترشح، كان عنده رغبه انه يترشح وانه يدخل كمان مجلس الفيفا بالمناسبه، وهو قال ان ده خلاص انا هعتبره طموح مؤجل، واحنا فرحين المرشح ده. يمكن كمان النهارده اللافت للنظر جدا انه بينك امجو رئيس الاتحاد النيجيري، وهو قوي جدا داخل المكتب التنفيذي للكاف، ده كان عايز يترشح، تنازل وقال انا شايف ان هو مؤهلات مصيبة اقوى مني، وانه لما يكون مرشح بهذه القوه فانا المفروض انتظر فرصه ثانيه وادعمه كمان لتطوير الكره في القاره الافريقيه. فاعتقد انه اللي شفناه النهارده، مع انه كمان باب الترشيح هيتقفل خلال 48 ساعه، 48 ساعة ويغلق باب الترشيح بالظبط. وكمان طيب احنا يهمنا المهندس هاني ابو ريده، المهندس هاني ابو ريده وصفا باللوائح هيحتاج دعم رسمي من اتحاد الكوره هنا في مصر علشان انت تشرحه اذا اراد، اذا كان مؤكد ده هيبقى موجود مفيش مشكله بالظبط، يعني اذا اراد واذا كان عنده رغبه انه يترشح لرئاسه الكاف. المهندس هاني ابو ريده بيتمتع بسمعه طيبه جدا في الكاف، وهو كمان أكيد من اقدم اعضاء المكتب التنفيذي في الوقت الحالي، ده اقدم الاعضاء في الفيفا حتى مش الاتحاد الافريقي بالظبط، وفي مجلس الفيفا. فاعتقد انه موقف المهندس هاني ابو ريده بالتاكيد هيتحدد خلال ال 48 ساعه اللي جايه قبل اغلاق باب الترشيح، لكن المنافسه مع موتسيبا هتكون منافسه كبيره جدا لكل المرشحين. يعني انا حسب معلوماتنا وحسب اللي نشر كمان من البي بي سي انه احمد هيواجه بنسبه كبيره خلال الشهر 30 يوم اللي جايين دول اقصاء من المنظومه الرياضيه على مستوى العالم، عنده انتهاكات في قضيه الاجهزه والادوات الرياضيه اللي حصلت وتحقق فيها فرنسا مع سلطات مكافحه الفساد هناك، لم يوجه له اي اتهام، لكن كل ده بلاغ عمرو فهمي الله يرحمه مش كده؟ بالظبط كده، يعني واستدعي عمرو فهمي الله يرحمه للتحقيق كمان، وحضر التحقيقات هناك في فرنسا الله يرحم عمرو فهمي. واعتقد انه المشهد يعني مقبل على كبير كبير في الدوره اللي جايه، يعني في ان شاء الله في انقلاب كبير في الكاف بالتاكيد، لانه حاله الدعم الكبيره اللي خدها موتسيبا النهارده بتقول ده. وفي نفس الوقت كان حصل موقف انه ناشيمينتو في غينيا تعرض للايقاف فجاه من الفيفا قبل انتخاباته للاتحاد في غينيا الاستوائيه، اعتقد قبلها ب 48 ساعه بالظبط، وناشيمينتو كان طارح نفسه احمد احمد على رئاسه الكاف، فواضح ان في تحرك على اعلى مستوى، لان كمان برضه اللي عرفته انه انفانتينو هيرفع ايده عن احمد احمد وهيدعم طبعا هيمشي مع اللي ماشي. الانتخابات 12 مارس 12 مارس في المغرب هيكون الكونجرس ويمكن وغلق باب الترشيح كمان 48 ساعه بالظبط 48 ساعه، واعلان اسماء المرشحين في اول يناير مش كده؟ في ثلاث مرشحين مطروحين لحد دلوقتي اللي اعلنوا بشكل رسمي ونالوا تأييد اتحاداتهم. جاك انوما هو رئيس اتحاد كوت ديفوار، وكان عضو في مجلس الفيفا من 2015. عندنا دلوقتي واحمد احمد وموتسيبا واحمد احمد، وهم دول اللي موجودين دلوقتي كمرشحين رسميين، لانه طارق بوشماوي لم يحصل على تأييد الاتحاد التونسي بسبب خلافاته مع وديع الجري. شكرا يا عمر وكل التوفيق دايما. شكرا جزيلا للناقد الرياضي عمر البنوبي ببوابه اخبار اليوم الالكترونيه. وزي ما شفتوا حضراتكم الاتحاد الافريقي مقبل على عاصفه رعديه شديده جدا لو اقصي احمد احمد وتطهر الكاف من كل هذه الاعمال اللي موجوده، هيبقى ده تاثيرا لبلاغ الراحل عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي الراحل، اللي كان اهتم بتقديم بلاغ مهم جدا ومدعم بمستندات عن واقع الحال في الاتحاد الافريقي.
ده كان قرعة أفريقيا وكل ما حدث من انقلاب في الاتحاد الأفريقي، لكن في كلام كتير جدا وكل واحد يتمسك بعظمة لسانه بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. حاولنا معاكم نفرز لكم كل ما في الغربال من أخبار كتيرة جدا وتصريحات، وأعتقد حاولنا نحط حضراتكم في الصورة كاملة فيما يخص الأخبار من مصادرها، إيه الصح وإيه الغلط وإيه الصورة بالنسبة للأهلي ولاعيبته الفترة اللي جاية. لكن لا يبقى فقط إلا بعظمة لسانه، وبعظمة لسانه عايزين نقول حتى لا تتوه الحقائق خليكوا فاكرين. ليه خليكوا فاكرين؟ أنا ضد إنه نقفل أي جرح على ما فيه، وضد السكوت على بعض الحقائق ونسيب الأطراف الأخرى أو الألسنة الأخرى أو حتى الجماهير اللي ما عندهاش فكرة كاملة عن حقيقة ما حدث عرضة لكلام كتير جدا. وشفنا قد إيه الأخبار والحوادث المهمة اللي حصلت برغم ظهور الحقائق اللي فيها، إلا إنه صوت الباطل تقريبا بيبقى أعلى، الناس رغبتها في المهاجمة وفي الإدانة في توقيتات معينة بتبقى أكتر، وبننسى أصل الموضوع زي اللي حصل في انتقالات اللاعبين. الأهلي اتأخر في التعاقد أو في فتح الموضوع مع رمضان صبحي، الأهلي هو السبب، الأهلي هو اللي فرط، سيد عبد الحفيظ غلطان، أمير توفيق ما شافش شغله، وكلام غريب جدا مختلف عن الحقيقة، مختلف عن الحقيقة تماما. هل الأهلي أثر مع رمضان صبحي؟ الرجل انتقل، وقلنا من البداية أنا ضد إن احنا نحجر على أي لاعب فيما يخص الاختيار، اختيار قراره ده حق إنساني طبيعي جدا، كنا بنلوم فقط على الطريقة والتوقيت والملاوعة وإهدار الوقت، وإن أنت بعد ما توصل لنقطة معينة تبقى تحقق اللي في هدفك. لكن إن يتقال إن الأهلي أخطأ، أعتقد الرد اللي كان مهم جدا هذا الأسبوع جه من وكيل اللاعبين ووكيل اللاعب وقتها الكابتن نادر شاوي، استضافه الكابتن شوبير، هل الأهلي أثر مع رمضان صبحي ولا الأمور مشيت إزاي؟ نشوف رأي نادر شاوي مع الكابتن شوبير. رمضان اختار بيراميدز ورفض النادي الأهلي؟ لا ما اعرفش، دي حاجه ترجع له هو. بس تاني اما تيجي تختار ما تجيبش ان الناس هي اللي مقصره، لان مفيش حد قصر. النادي الاهلي عمل ال 100 في لا مش 100%، عمل المليون في 100. وتاني مش عشان النادي الاهلي، لو نادي الزمالك كان عمل كنت هقول نادي الزمالك عمل، ولو بيراميدز كان عمل كان هقول بيراميدز عمل. بس نادي الاهلي من شهر 3 لغايه 10/8 او لغايه البيان كان كل 3 ايام في مكالمه على رمضان وتواصل بالزوم مع هدرسفيلد وشد وجذب عشان نقلل. هو بيراميدز جه اخده على يعني على الجهاز. يا كابتن شوبير انا بالنسبه لي انت لو كنت قلت لي من زمان كنت بعت ولد صغير عندي كده يخبط على الباب النهارده تقول له رمضان صبحي ممكن يجي لك. طبعا يا مرحبا يا مرحبا. هو ايه الصعب يعني؟ نعم. ايه الصعب ان انت تدخل رمضان صبحي في بيراميدز؟ ده ولا حاجه، ده مش عرض ولا فيها مجهود طبعا، ولا فيها تليفونات. نعم. دوليه، ولا فيها طيران، يعني ولا في اي حاجه خالص، وجهزت وكل حاجه لا مفيش حاجه يعني. دي اللي بيسموها ايزي ماني، ده اللي بيسموه فلوس سهله. في حاجه تانية تحب تقولها في موضوع رمضان؟ تاني كل واحد مسؤول عن قراره، وكل واحد يواجه اللي هو اختاره، لكن ما يجيبش حد معاه في العربيه اللي هو يعني. نعم. في كلمه واقفه في زوري، طب عرض الزمالك ابو 3.6 مليون، ما قال لك مش هقعد في حته في مصر غير النادي الاهلي. وانت لو كنت النهارده قلت لي طب اشتغل بقى على النادي الاهلي واشتغل على ده واشتغل انا هعمل كده، لازم اعمل كده. الزمالك كان لمجرد رفع السعر، اعتقد ان هو كان لمجرد رفع السعر. النادي الاهلي نادي الزمالك كانش عايز يعمل، ما اعتقدش ان ما كانش جدي قوي في القصه خالص يعني، ما كانش جدي. اذا هنا عندنا نادر شوقي بيقول ثلاث حقائق، وهو الطرف الفاعل يعني، ما حدش يتكلم غير ان الراجل ده كان وكيل اللاعب لغايه وقتها، وهو اللي ادار المفاوضات. الاهلي ما قصرش، بدأ بدري جدا، كان كل يوم والتاني بيكلموه، كل يوم والتاني بيفتح قنوات الاتصال معاه، وفي الآخر بيراميدز جه خده على الجاهز. خده على الجاهز ليه؟ لأنه السعر اللي كان النادي الأهلي تواصل معاه مع هدرسفيلد فيه كان تقديرا من النادي الإنجليزي للنادي الأهلي إنه تحمل عقد اللاعب ودفع للاعب كل مستحقاته، للنادي الإنجليزي كل مستحقاته، والراجل مصاب. الأهلي تصرف
شاف الانجليز ان هو تصرف احترافي محترم جدا فوصلوا مع الاهلي لسعر. جه بيراميدز خدوا بيه. ده كلام نادر شوقي عشان كل واحد يواجه اختياره. ما تختارش ديت وتيجي عايز تشيل الاهلي الليله. واجه اختيارك. كمان نادر شوقي كشف عن حاجات مهمه في تفاصيل التعاقد وشهودها نشوفه. امتى حسيت ان رمضان هيمشي؟ فين؟ يعني مش هتعاقد مع النادي الاهلي. حسيت في اللي هي الاجتماع اللي هو جابنا فيه، كنت انا وشريف والناس دي في بيته. في بيته هنا في القاهره. في بيته في القاهره، حسيت ان هو خلاص قرر ان هو يروح بيراميدز. مين اللي حضر الاجتماع؟ جوز اخته سليمان. صديقه علي. علي صح. صديقه بقى وكيله بقى ولا كانش لسه وكيله؟ ما اعرفش العلاقه عامله ازاي. نعم. وشريف اكرامي طبعا. نعم. وشريف جه برضو حضر يعني. ده كان قبل الانتقال بقد ايه تقريبا؟ ثلاث اربع يعني. بعد ما المسج وصلت الاهلي بثلاث اربع او قبل المسج توصل ليومين ثلاثه حاجه كده. قبل ما توصل الاهلي بيومين ثلاثه. بتهيألي يعني مش فاكر بالظبط. وساعتها قال لك خلاص انا مش هكمل في النادي الاهلي ولا كان احساس؟ لا قال لي خلاص انا عملت انا خلاص اخترت بيراميدز خلاص. اظن شفتوا النقاط البارزه على حروف المفاوضات وشهودها. شفت الحقيقه من نادر شوقي على الجلسه اللي حصلت وتوقيتها وحضورها عشان ما حدش يتكلم. بس كمان كلام نادر شوقي فكرني بحاجه، انه لما قال ان انا في مفاوضات الاهلي مع احمد فتحي النادي الاهلي استجاب لكل طلبات احمد فتحي، لكنه احمد فتحي تمسك بالانتقال رغم ان الاهلي قدم له اللي هو طلبه، انما واضح انه كان عنده الرغبه. وساعتها قلنا ده اختيار احترافي، كمل احمد فتحي تجربته، انهى عقده مع النادي الاهلي كما يجب ان يكون كلاعب محترف، وانتقل في هدوء واحترام. ده اللي احنا كنا بنقوله لبقيه اللعيبه، لما تفضل مع النادي الاهلي انت الكسبان. لكن بصراحه هو بيراميدز عايز ايه من النادي الاهلي؟ واشمعنى الاهلي يا بيراميدز؟ ايه اللي بيحصل وبيلعب في راس مين تاني؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. اشمعنى الاهلي يا بيراميدز؟ عايز ايه بالظبط؟ بيراميدز نادي استثماري، تجربه مهمه جدا، الناس رحبت بيها، الناس قالت ان في فكر استثماري جيد جدا، بس من اول يوم وانتم شايفين العلاقه مع النادي الاهلي ماشيه ازاي؟ شايفين استهداف لاعيبه النادي الاهلي ماشي ازاي؟ هل حد قرا فيكم خبر والناس كلها بتتكلم على انه بن شرقي احسن محترف اجنبي، لكن المفاوضات تبقى مع علي معلول؟ جنش والونش ومحمود علاء، مصطفى محمد احسن فيرود في مصر، ما تسمعوش عن مفاوضات معاه، لكن تسمعوا حتى لعيبه النادي الاهلي المعاره في اماكن اخرى. انا ما بقولهمش روحوا فاوضوا لعيبه الزمالك، لكن انا بتكلم على المعيار. ليه هذا الاستهداف؟ ليه دايما وابدا في رغبه في ان انت تستهدف لعيبه النادي الاهلي؟ مش هنعد مين راح والطرق اللي راحوا بيها، وكلها طرق مش سليمه ومش صحيحه ومش ملتويه على الاقل. بس لما يكون عندك لاعب زي ناصر ماهر معار لسموحه وبعد ما يخلص تكتشف انه بيراميدز كان بيلعب في دماغه من بدري. ليه؟ نسمع ناصر. بيراميدز اللي هو بيحاول انه بينافس اهلي وزمالك على الالقاب كان مهتم جدا باسم ناصر ماهر، صح؟ تواصلوا معاك انت بشكل شخصي؟ تواصلوا معايا. ناصر ماهر لحد النهارده طبقا لمعلوماتي في دماغ بيراميدز، عايزينه، ما جاش السنه اللي فاتت، عايزينه السنه اللي جايه، عايزينه اللي بعدها، ناصر ماهر محطوط في حساباتنا. ده كلام ناس في بيراميدز انا عارفه يعني. انت عارفه انت كمان؟ عارفه. ايه رايك؟ انا بالنسبه لي نادي بيراميدز نادي محترم، ولكن انا بالنسبه لي الاهلي هو رقم واحد. النادي الاهلي زي ما بقول لك ده بيتي، ده اللي انا اتربيت فيه، ده اللي انا عشت فيه اكتر ما عشت مع اهلي. اكتر ما عشت بقى مع امي ومع ابويا ومع اخواتي ومع اصحابي، كل ده انا موجود في النادي الاهلي. انا كنت موجود في استراحه الناشئين في الاهلي، فانا عشت في النادي الاهلي اكتر ما عشت في بيتنا، فانا اختياري دايما هيبقى النادي الاهلي. والمنافسه مع عبد الله سعيد ممكن تبقى اصعب من المنافسه مع قفشه وصالح جمعه، ممكن ده يكون ضمن اسباب انك عايز الاهلي مش بيراميدز؟ لا خالص، بس الاهلي دايما انت في وقت كده انا محتاج احقق فيه حاجه، وهي البطولات، البطولات هتاخدها في النادي الاهلي. بيراميدز يعني مش عايز، ما ينفعش اقل من نادي ظهر بصوره كويسه، ولكن النادي الاهلي
اكبر نادي في افريقيا. فانت انت انت عايز تبقى فين؟ التفاوض حق مشروع، بس هل وانت بتلعب في راس ناصر ماهر رجعت للنادي اللي بيملك عاده؟ هل مشيت بشكل احترافي صحيح ولا كلها عمليات تخريب وعمليات استهداف؟ انا بقول لك ما بيتقالش خبر ان انت مهتم باي لعيب من نادي اخر، فقط الاستهداف للعيبه النادي الاهلي بهذا الشكل واللعيبه اللي بتقول. طب ناصر ماهر قال، محمد شريف كمان قال نفس الحكايه. لو جالك عرض من بيراميدز وباضعاف اللي بتاخده من النادي الاهلي، هتوافق ولا هتكمل في الاهلي؟ جنيه في الاهلي احسن من 10 بره. تاني؟ جنيه في الاهلي احسن من 10 بره. الماتش في الاهلي بماتشات كتير بره يا كابتن، ولا ايه؟ فعلا؟ طبيعي. انت ما ترددتش. ما هو طبيعي، ما هو ده الرد الصح يا كابتن. ما اقنعني لو انت، طب انت يا كابتن لو انت مكاني. انا بطلت. لو انت مكاني. انا بطلت. كل واحد وليه تفكيره يعني. انا قصتي معروفه، لكنه يعني بلا تردد يا كابتن. انت بعد لما تبطل كوره وانت عملت اسم في نادي الاهلي هتعيش عليها يا كابتن. لو انت عملت اسم في نادي الاهلي هتعيش عليه. فيما بعد. فيما بعد. طب انت لو انت بتلعب في نادي تاني دلوقتي مثلا، نادي تاني مثلا، وبطلت بقى، مين الناس هتفتكرك؟ مفيش حد هيفتكرك يا كابتن. حضرتك هنا ليه يا كابتن؟ عشان اسمك كابتن شوبير. نعم. بس من نادي الاهلي بالظبط، مش من نادي تاني. نعم. هل بالفعل بيراميدز تفاوض معاك؟ امتى؟ في الفتره بتاعت الكورونا. حصل تفاوض. هل بس انا ما مضيتش، عشان في ناس كانت بتطلع تقول لي انا ماضي وما مضيتش والكلام ده. لا ما مضيتش. لا ما مضيتش. كلموك كنت مستني موقف النادي؟ كان كلام بس. بس هو انا كنت ناس لي سنتين يا كابتن زي ما انت عارف في النادي. فازاي همضي يعني في اي مكان تاني؟ فانت رابط مستقبلك بالنادي الاهلي، لو النادي الاهلي عايزك مكمل مع النادي الاهلي بالزبط. بس الماتش في اهلي ب10 بره والجنيه في اهلي ب10 بره بالظبط. مظبوط كده؟ بالزبط. ده مبدا حطه محمد شريف في حياته. لا ومش كلام بقى يتغير بقى دلوقتي وشويه مش عارف ايه. لا الناس تفتكر الحلقه دي. تفتكر الحلقه؟ ما الناس ما بتنساش. ما المشكله ما انا بحب الناس اللي ما بتنساش بقى. الناس ما بتنساش. لا انا بحب الناس اللي ما بتنساش. انا بحب الناس اللي ما تنساش. دي كلمه محمد شريف اللي لخصت الليله. لانه كمان محمد شريف وهو بيكشف عن انه بيراميدز فاوض وزن عليه كتير، برضه فكره اصل الجنيه في الاهلي ب10، قال جمله مهمه جدا للكابتن شوبير. انت موجود هنا عشان انت كابتن النادي الاهلي وابن النادي الاهلي. اذا كل الخير اللي ربنا انعم بيه على الكابتن احمد شوبير، النادي الاهلي سبب مباشر فيه. عقد احمد شوبير وهو قاعد كمذيع كبير وواحد من اهم الاعلاميين الرياضيين العرب مش بس المصريين، الفضل فيه للنادي الاهلي، وشوبير لا ينسى فضل النادي الاهلي عليه، وده اللي بنقوله لكل اللعيبه. علاقتك بالنادي الاهلي واستفادتك من علاقتك بالنادي الاهلي وارتباطك بالنادي الاهلي بيبقى دايما وابدا مستمر لغايه امتى؟ شوف كل المحللين اللي في مصر واللي بره مصر وكل نجوم النادي الاهلي قيامهم التسويقيه في مجالاتهم الفنيه والاداريه والاعلاميه من ورا النادي الاهلي. عشان كده اذا كان محمد شريف قال لك جنيه الاهلي ب10، نادر شوقي وهو واحد من خبراء التسويق ووكلاء اللاعبين رفع المزاد عن قيمه الجنيه في الاهلي بكام؟ الجنيه في الاهلي بيساوي 10، جمله قالها هنا محمد شريف من كام يوم دغدغت مشاعر الناس، بتوافق عليها ولا 20؟ 20 ده كمان؟ انا مجرد من انت بتسالني اسئله مجرده صح؟ طبعا مجرده. مجرده طبعا. 20 مش 10 كمان. ماشي. ده خبير تسويق وعارف قيمه النادي الاهلي وعارف حجم الدخل اللي ممكن يستفيد بيه لاعب النادي الاهلي، مش بس في العقد، من كل المكاسب اللي ممكن يفضل يجنيها حتى بعد اعتزاله بعشرات السنين. ده النادي الاهلي. فارجوكوا اذا كان ليكوا حق الاختيار لا تنسوا فضل وقيمه ودور النادي الاهلي عليكم، لا تنسوا فضل جمهور النادي الاهلي عليكم، لا تنسوا ان الجمهور هو اللي عملكم، لا تنسوا انه بكل هذا الدعم وهذا الاهتمام الجماهيري الكبير قيمكم التسويقيه ارتفعت. على ذكر القيم التسويقيه ونجاح تجاربنا الاحترافيه، وصل الان النجم العالمي محمد صلاح الى مطار القاهره. يمكن دي صور الوصول هتشوفوها حضراتكم اللي وصلت حالا علشان ينضم لتدريب المنتخب. ده جزء التدريبات للمنتخب تحت قياده الكابتن حسام البدري. ده مران اليوم، ده محمد صلاح في مطار القاهره منذ لحظات قليله.
ترحاب لائق بيه من قبل وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أجرى اتصال بيه قبل ما يجي رحب بيه، ومنتخبنا بيستعد بقوة لمباراة توجو اللي هتكون يوم السبت، واللي المنتخب محتاج يكسب فيها إن شاء الله، يكسب توجو وبعدين يكسب في مباراة العودة في تصفيات كأس الأمم. ده محمد صلاح وده المنتخب اللي كلنا في ظهر المنتخب الوطني، لكن مسك الختام مع عمر مكي. عمر مكي مسك الختام بجد، طفل عنده 6 سنين حافظ القرآن الكريم كاملا. كابتن الخطيب استقبله كرمه، وبعد كده اللعيبة احتفلوا بيه، اديله تيشيرت النادي الأهلي، وفي حضور حضاري جدا من بيتسو موسيماني صمم انه يلتقط معاه الصورة ويحييه ويهنيه. عمر مكي ربنا يبارك فيه ويبارك في كل أطفالنا. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 8 مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.